واتبعني وأنا أكون لك نصيبا.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك. لطفا جلوس. أخي الحبيب قدس الأب جهاد شويحات الجزير الوقار، أرحب بكم في رعيتكم رعية العذراء الناصرية. أرحب بكم باسمي وباسم أبناء هذه الرعية الأعزاء الذين أحبوك وعرفوك طوال السنوات الماضية. أرحب بكم في يوبيلكم الذهبي، 50 عاماً في خدمة الرب، 50 عاماً في خدمة المعلم الإلهي، 50 عاماً في السلك الكهنوتي المقدس، 50 عاماً كنت فيها الأب والأخ والصديق للجميع. لقد خدمت بحب وشغف الرعاية التي مررت بها، فلقد ابتدأت مسيرتك الكهنوتية كسكرتير لغبطة البطريرك، ثم انتقلت إلى حقل الرب في رعايانا، وكنت الكاهن المساعد في ماركا والزرقاء ورام الله والهاشمي، ثم أصبحت كاهن رعية الصلت. وفي سنة 1989 توجهت إلى روما لدراسة القانون الكنسي، ثم رجعت ونلت الدكتوراه. رجعت وأصبحت كاهن رعية لعجلون، ثم تلع العلي، وأخيراً منذ سنة 2009 وإلى اليوم خدمت في المحكمة الكنسية إلى أن أصبحت رئيساً لها. عملت بها بصمت وإصغاء وتأنٍ ومحبة لتنقذ ما كان بالإمكان إنقاذه بين العائلة الواحدة المتنازعة، ولتعطي الحكم السديد عندما كان يقتضي الأمر. أبونا جهاد، 50 سنة من المثابرة والعطاء المتواصل دون كلل ولا تعب، رغم حجم صليب الآلام والمرض الذي حل بك، لكن وبنعمته تعالى استطعت أن تتغلب عليه وتكمل مسيرتك المنيرة. فكم وكم من مرة انسكبت مياه المعمودية على جباه المئات والمئات من الأطفال، وكانت يدك مع يد المسيح التي أروت جباه هؤلاء الأطفال ليصبحوا أبناء الله. كم من مرة منحت القربان الأقدس، وكم من مرة أقمت الذبيحة الإلهية وفيها صليت لأجل إخوتك وأبنائك المؤمنين، أحياء كانوا أم أموات. وكم من مريضا سندته ومسحته، وكنت البلسم له في ساعة مماته. واليوم وبعد 50 عام من الكهنوت، ماذا حصدت؟ حصدت ثناء المعلم الإلهي الذي يقول لك: أحسنت أيها العبد الأمين الحكيم، كنت أمينا على القليل، سأقيمك على الكثير. لكنك حصدت أيضا حب الناس والرعاية التي خدمت فيها. فهنيئاً أولاً للبطريركية اللاتينية الأوراشلمية التي زينها وجودك فيها، وهنيئاً لك ولإخوتك وأخواتك وعشيرتك الشويحات وإلى الأمام. فالأنفس لا تزال متعطشة لكلمة الله وهي في انتظارك، وليكن المسيح الذي من أجله ضحيت طوال حياتك صديق دربك وهدف حياتك.
وأخيرا وبعد أن جاهدت الجهاد الحسن يا أبونا جهاد، بماذا يعدك المعلم الإلهي؟ يعدك بأمر واحد، بشيء واحد، قائلا لك في صلاته الكهنوتية: يا أبتي القدوس، حيثما أكون أنا هناك أريد أن يكون، وهكذا وهذا يكفيك يا كاهن المسيح يا أبونا جهاد. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا للاحتفال بالأسرار المقدسة. قلبا نقيا أخلق فيها يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. القدوس، هللويا هللويا،
أنت وحدك العلي. هللويا هللويا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي لنصلي. اللهم يا من تركت لنا ذكرى آلامك في هذا السر العجيب، هب لنا أن نكرم سر جسدك ودمك المقدسين، فنجني في نفوسنا ثمرة فدائك على الدوام. أنت الإله الحي المالك مع الله الآب ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. القراءة الأولى قراءة من سفر التكوين. في تلك الأيام أخرج مليك صادق ملك شليم خبزاً وخمراً لأنه كان كاهن الله العلي، وبارك إبرام وقال: مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، وتبارك الله العلي الذي دفع أعداءك إلى يديك وأعطاه العشر من كل شيء. كلام الرب. الشكر لله. المزمور الردة. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة مليك صادق. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة مليك صادق. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل من خصومك موطئاً لقدميك. بسط الرب سلطانك من صهيون فتسلط على ما لك من خصوم. لك السيادة في يوم قوتك وفي جلال قداستك، وفي جوف الضحى كالندى ولدتك. ولن يندم الرب عما كان مقسما. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، إني تلقيت من الرب ما بلغته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر، ثم كسره وقال: هذا هو جسدي، إنه من أجلكم، اعملوا هذا لذكري. وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، كلما شربتم فاعملوا لذكري، فإنه كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. كلام الرب. الذي نزل من السماء، ما
من يأكل من هذا الخبز؟ يا للأبد. هللويا 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 هللويا. الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان كلم يسوع الجموع على ملكوت الله وأبرأ الذين يحتاجون إلى الشفاء، وأخذ النهار يميل، فدنا إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاماً، لأننا هنا في مكان قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا: لا يزيد ما عندنا على خمسة أرغفة وسمكتين إلا إذا مضينا نحن فاشترينا لجميع هذا الشعب طعاما. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: أقعدوهم فئة فئة، في كل واحدة منها نحو 50. ففعلوا فأقعدوهم جميعا. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء، ثم باركها وكسرها وجعل يناولها تلاميذه ليقدموها للجمع. فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفع ما فضل عنهم 12 قفة من الكسر. كلام الرب. لطفاً الموجودين على باب الكنيسة في أماكن عندكم، في هون 4 محلات تقريباً، هناك محلين، هناك 3 محلات، برجع وبحكي لي على باب الكنيسة حتى ما تضلكم واقفين طول الوقت. يا جماعة في أماكن إلكم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيادة المطران جمال دعيبس جزيل الوقار، أخي وصديقي ورفيق دربي أبونا أنطون هرمات كاهن الرعية، أخي ورفيقي رفيق الصبا والدراسة المونسنيور حنا كلداني، والشماس هاي العلامات الذي رافقنا لسنين طويلة في الإكليريكية ولا زال مكرسا نفسه وذاته لله والكنيسة. إخوتي أخواتي أصدقائي في كل مكان، ماذا أرد للرب على جميع ما كافأني به؟ آخذ كأس الخلاص وأدعو باسم الرب على ما كافأني به في حياتي الكهنوتية
منذ أن كنت طفلاً صغيراً ودخلت إلى إكليريكية بيت زالة ولي من العمر 11 سنة، ولا زال الرب الراعي الصالح والفادي المخلص الذي سار معي وأنار دربي في حياتي ونجاني من فخ الأسد ومن كل ما يعترض الكاهن من صعوبات وأحداث. الشكر لله الآب الذي أحبني واختارني لأكون له كاهناً. الشكر للسيد المسيح المعلم الأول الذي سمعت صوته طفلاً وناداني وتابعته، ولو عاد الزمان إلى الوراء ودعاني مرة ثانية لسوف أقول له نعم وألف نعم، لأن أعظم نعمة يمنحها الله للأسرة المسيحية أن يختار أحد أبنائها كاهناً أو راهباً أو راهبة. الشكر للبطريركية اللاتينية التي احتضنتني والتي دفعتني والتي اهتمت بكل شؤون حياتنا الكهنوتية والرهبانية. الشكر لوالدي اللذين قدماني ذبيحة لله طاهرة. الشكر للإخوة والأخوات الحاضرين معي الذين رافقوني في جميع طرق حياتي الرائعة المؤلمة وفي كل ظرف من ظروف حياتي. الشكر للعذراء مريم أم الكاهن الأعظم وأم الكهنوت العظيم وأمي. أستميح العذراء مريم أن أقتبس أروع كلمة تلفظت بها سفاه بشرية وأقول: تعظم نفس الرب وتبتهز روحي بالله مخلصي. أقدم لها عظيم شكري وخالص محبتي على نعمها وحرصها ووقوفها معي خلال مسيرتي الكهنوتية والتي امتدت 50 عاماً. اسمحوا لي أن أقدم شهادتي على قرب العذراء مريم مني وعلى شفاعتها لكل من التجأ إليها. اسمحوا لي أن أحدثكم عن حمايتها لحياتي. عانيت لسنين طويلة من مرض السرطان، وأجريت لي 3 عمليات جراحية، وتأرجحت كثيراً بين الحياة والموت، إلى حين قرر الأطباء إجراء عملية رابعة. تعبت وأرهقت وتألمت كثيراً، وقررت ألا أخضع إلى العملية الجراحية، وطلبت من الله إشارة ألا أجري العملية. سافرت إلى لبنان في رحلة استشفاء. التقيت هناك مع قدس الأب المونسنيور إلياس الحلو، واصطحبني مع ابنتين من رعيته هبة وغينة عزيز من جزين لزيارة العذراء مريم في حريصة.
وصلنا قبل مغيب الشمس، نزلنا إلى الكنيسة تحت التمثال. جلست أمامها أنظر إليها، لم أطلب ولم أتحدث معها كلمة واحدة، كنت أنظر إليها. بعد ربع ساعة تركنا الكابيلا وصعدنا إلى الساحة. أبونا بيحكي لي تشرب فنجان قهوة، قلت له ليش لا. جلسنا عند مغيب الشمس، أضيئت العذراء مريم، وكنت عند وصولي صورت مثال العذراء مريم من الخلف. لما مندخل على حريصة وجه العذراء مريم على بيروت ليحميها، ظهرها إلى الخلف. ركعت على الأرض وصورت العذراء مريم من ظهرها. لما طلعت في القهوة ضوء العذراء مريم بنور الذهب، وبين تمثال العذراء مريم بألوان ما شفتها. نهضت من مكاني ووقفت في نفس المكان وصورت العذراء مريم من ظهرها، من الظهر. ركبنا سيارة مع أبونا، فتحت الجاليري دي أتفرج على الصورة. فتحت الصورة بطلع عليها ولا العذراء مريم بتلف وجهها. العذراء مريم اللي وجهها على البحر لفت علي هيك. أنا جمدت مكاني وكنت بستنى إشارة من الله إني ما أعمل العملية. لما رأيت الصورة تيقنت وقلت لن أجري العملية الجراحية. كان هذا الحكي 2015. رجعت إلى عمان، فجأة اختفى المرض وعادت صحتي زي ما أنا واقف أمامكم الآن. تعظموا نفس الرب. هذا لا يعني أن حياة الأسقف أو حياة الكاهن أو حياة أي إنسان تخلو من هموم، من مشاكل، من أي شيء. يقول مار بولس: إنني تسلمت من الرب ما أسلمه لكم الآن، أن المسيح في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا. تعبون يا عمالكم. أخذ خبزا، سكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الكاهن لما بيسمع كلمات مار بولس إني تسلمت من الرب يسوع ما أسلمه لكم، هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة التي سلمنا إياها السيد المسيح بواسطة رسله، بواسطة أساقفتنا، بواسطة رؤسائنا الذين نعتبرهم خدام السيد المسيح، وخدمتنا الكهنوتية التي نكرس فيها حياتنا لمن؟ أليس لله؟ أليس للكنيسة؟ أليست للشعب المسيحي؟ فكيف لا نحب شعبنا؟ كيف لا نحب كنيستنا؟ كيف لا نضحي بكل شيء من أجلها؟ هذه هي الأمانة المعلقة في نفوسنا.
ويقول مار بولس: نجرب، نجلد، نضطهد، لكننا لا نموت، لأن الله معنا. إني ولو سرت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. تلميذي عمواس عندما رجعوا من القدس وتركوا الرسالة خلفهم وتركوا الرسل كانوا في حالة يأس وقنوط وتعب، مضطربين، يتكلمون في الطريق: معقول؟ ونحن كهنة ومؤمنين في حياتنا نسير على طريق عمواس، فينا اضطراب وفينا خوف وفينا يأس، لكن ننسى شيء واحد: أن المسيح يمشي معنا، وأن المسيح يحدثنا ويقول لنا: بماذا أنتم تتحدثون حزانا؟ ما الذي يشغل بالكم؟ نحن تلاميذ عمواس في أرض جدباء قاحلة تنهسنا دوما، اضطرابات وهموم ومشاكل، لكن لا يجب أن ننسى مطلقا أن الله يمشي معنا ويرافقنا بواسطة كلمته، بواسطة كنيسته، بواسطة كهنته الذين تحتفلون بهم في الذبيحة الإلهية كل يوم. وأخيرا، عميق سكري ومحبتي لكم، وقد رافقتموني في هذه السنين الطوال بصلاتكم وبمحبتكم لجميع المستمعين إلينا عبر قناة نورسات، محبتي وسكري، والله أسأل أن يديم عليكم صحتكم وموفور السعادة والهناء. شكراً على هذا الاحتفال الذي لن أنساه ما تبقى لي من عمر. محبتي لسيدنا على حضوره، لأبونا مرة ثانية طوني، أبونا حنا، للجميع. ونعمة سيدنا يسوع المسيح تكون معكم دائماً. آمين. نؤمن بإله واحد، آمن ثالث الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي فكأنما مات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة سكولية ونعترف بمعبودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية. نصلي من أجل كنيسة الله المقدسة، ومن أجل أبينا الأعظم وراعينا المكرم البابا فرانسيس، وسيادة المطران جمال خضر الجزيل الوقار، الذي يرعى احتفالنا ويعظم بحضوره يوبيلنا، وقدس الآب أنطون كاهن رعيتنا الموقر، وقدس الآب حنا كلداني الموقر. باركهم يا رب، وأفض فيهم الصحة والقوة والسنين. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل قدس الآب جهاد شويحات، الذي دعوته لخدمتك يا رب ولحمل إنجيلك كبشرى خلاص للجميع. أنت يا رب، يا من رأيت بفتاة الناصرة مريم والدة الإله، وفي صياد السمك سمعان بن يونة رأيت بطرس الصخرة التي ستبني عليها كنيستك، ورأيت بنظرتك المحبة في الأب جهاد مبشرا بملكوتك وحاملا إنجيلك وخلاصك إلى الجميع، وشهادة حقة لنقل محبتك ورحمتك. أفض يا رب نعمتك عليه، وامنحه بركاتك ليستمر بالعطاء كما أردته. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل كل الأسر المسيحية التي تعيش حسب إرادة الرب على مثال أسرة الناصرة، بارك يا رب كل الأسر التي تعيش ملكوتك في حياتها اليومية، وخاصة أسرة الآب جهاد. بارك سخاءهم وعطاءهم، وكن سنداً وعوناً لهم على الدوام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية، يا رب إن نظرتك المحبة والخلاقة قد بلغتنا بطريقة فريدة بالرب يسوع. افتح قلوب شباب اليوم والذين تدعوهم ولا يزالوا خائفين ومترددين، اجعلهم يتكلون عليك ويتبعونك فيعلنوا الملكوت ويشهدوا لإنجيلك المقدس. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل الفقراء، المرضى، المساكين، الأطفال المحرومين، يا رب داوي بحبك الأبوي ورحمتك العظيمة كل الجروح. اجعلهم يحملون جروحاتهم مع صليبك المقدس فيجدوا فيك التعزية والرجاء. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل الشباب، الشابات المسيحيين، ليسمعوا نداء الرب في قلوبهم ويتبعوا المسيح في الحب والعطاء من أجل الكنيسة وفي الكنيسة وللكنيسة، وخاصة في بلادنا المقدسة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء الطاهرة أمنا مريم، راعية يوبيلات الحب في الدنيا والآخرة، وترعى من رعى حبها وقال فيها للرب نعم، ودون ما إبطاء أو نظر حزين إلى الوراء. باركي يا مريم قدس الآب جهاد، وكوني عونه وسنده في كل حين بشفاعتك وحنوك عند الإله. إلى الرب نطلب. والآن لنرفع العيون للأم البتول ونقول: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك كي ننال حقا ما طلبناه منك بثقة بالمسيح ربنا. جلوس. هذه التقادم التي نريد أن نرفعها إليك يا رب، يا واهب كل خير، نود أن تكون عربون شكر وتسبحة لك، أنت الخير الأعظم في حياتنا. بارك يوبيل عطاء وحب وجهد مدة 50 عاما. الصليب، هبنا أن نحبك محبة كاملة، وأن نحب معك صليبنا، آلامنا، وأن نقبل صلباننا اليومية وكل جراحاتنا إكراماً لجروحاتك المقدسة،
وسامحنا على كل مرة أخطأنا بها إليك أو لم نكن فيها عزاء وتعزية لإخوتنا. آمين. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق البطرشيل، نقدم لك يا رب هذا البطرشيل رمز الخدمة الكهنوتية، ونصلي من أجل جميع رعاة الكنيسة وخصوصاً قدس الأب جهاد شويحات في يوبيله الذهبي، ليكون دوماً على مثالك. أنت الراعي الصالح والأمين. الشمعة ومسبحة والدة الإله. صلاة المسبحة التي نصليها إليك يا أمنا البتول تجعلنا نتخطى الصعوبات، إنها حقاً السلم الذي يربط السماء بالأرض. شكراً لك يا أمنا على كل المحبة والرحمة. الشمعة، نسألك يا يسوع أن تشعل نار محبتك ومحبة قلبك الأقدس الكلي القوة في قلب البشر جميعاً، وخاصة نحن الحاضرين أمامك اليوم في قلوبنا، وابعد عنا كل شر واجعلها مليئة بكل المحبة والخير على مثال هذه الشمعة. الكأس والقربان، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. نقدم لك يا رب الكأس والقربان، هذا الغذاء الروحي النازل من السماء وخبز الملائكة. اجعلنا يا رب كالأغصان نثبت فيك أنت الكرمة الحقيقية، لنثمر ثماراً صالحة ليتمجد اسمك الذي في السماوات. أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن.
ملكي صادق. صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. نسألك أيها الإله السميع لكل من يدعوه أن تمن على كنيستك بهبات الوحدة والسلام التي ترمز إليها هذه القرابين الطاهرة بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنذكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نذكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فإنه لما جلس ورسله للعشاء الأخير أراد أن يخلد ذكرى صليب الخلاص عبر الدهور، فقدم لك نفسه حملاً لا عيب فيه ذبيحة تسبيح مرضية، وإنك لتقدس المؤمنين إذ تقوتهم بهذا السر الكريم كي تجعل الجنس البشري الذي يسكن عالما واحدا يستنير بإيمان واحد ويجتمع على محبة واحدة. وإننا إذ نحيط بمائدة السر العجيب يغمرنا جمال نعمتك فنصبح على مثال أهل السماء. لذلك ها الأرض والسماء لك تسجدان ونشيداً جديداً تنشدان، ونحن مع كل جند الجيش السماوي لك على الدوام نسبح قائلين: قدوس الرب إله الصباط، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما كان هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبر الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير بابتيستا واسقفنا جمال خضر وسائر الكليروس، ولا سيما أبونا جهاد الذي نحتفل بيوبيله. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار ومع شربل بادر بيو وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. نصلي أجمل صلاة علمنا إياها السيد المسيح. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطى إلينا، لكن نجنا من الشر. نجنا يا رب من جميع السرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم وسلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك.
بالمحبة والفرح لنتبادل سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام. ليكن امتزاج جسد ربنا يسوع المسيح ودمه عربونا لحياتنا الأبدية نحن المقدمين على التناول. أيها الرب يسوع المسيح، لا يكن تناول جسدك ودمك الأقدسين دينونة لنا وهلاكا، بل تعطف واجعلهما حماية وعلاجا لأنفسنا وأجسادنا. أنت الحي المالك أبد الدهور. هذا هو حمل الله، هذا هو حامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. ربي لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. بالنسبة للمناول كالمعتاد من وسط الكنيسة ومن أقصى اليمين وأقصى الشمال ونرجع من الداخل. بالنسبة له بعد انتهاء الذبيحة الإلهية سيتوجه الأبونا جهاد برفقة سيدنا المطران والكليروس على باب الكنيسة، هناك يتقبلون التهاني. Yeah.
مرة ألف مبروك أبونا جهاد، وإن شاء الله اليوبيل الألمازي، قولك إن شاء الله. ما ننسى كل يوم ثلاثة الساعة 9 المساء عندنا لقاء مع أمنا مريم البتول. أوكي، ما نعطي مجال للعذرة تعتب على واحد فينا. انفادي، ما نعطي مجال للعذرة تعتب علينا. فإذا كلنا بدنا نيجي، بس مش لوحدنا، بدنا نجيب غيرنا معنا. لنصلي وبعدها لنصلي. أعطنا يا رب أن نشبع يوما من التمتع سرمديا بلاهوتك في الوليمة السماوية التي إليها يسير في هذه الحياة الدنيا تناولنا لجسدك ودمك الكريمين. أنت الحي المالك إلى دهر الدائرين. العذراء مريم عليها السلام، أم الكاهن الأزلي وأم كل كاهن، ما ممكن ما نلتجئ إليها في كل خطوة من خطوات حياتنا. نلتجئ ونطلب، تحنني علينا يا عذراء، أنت أمنا وإحنا أولادك، حني علينا مريم. Oh.
نرجو من الجميع البقاء في أماكنهم ليتسنى للموكب الخروج إلى باب الكنيسة ثم الخروج خلفهم. الرب معكم، بشفاعة العذراء مريم يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. والآن أبونا جهاد، باسم أبناء الرعية جمعاء بدنا نقدم لك سورة العذراء عليها السلام. سورة العذراء مكتوب عليها هون Our Lady of the Holy Land، عذراء الأراضي المقدسة. الأراضي المقدسة يعني فلسطين والأردن، وعشان هيك أبونا توب العذراء توب فلسطيني، والتوب تاع يسوع إشماغ الأردني، كف حامي. شكرا لله.